السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. يا شيخ، بعض العلماء يعني بدون ذكر اسماء بيقولوا يعني اصدروا فتوى بان اللي يصلي وهو جنب وعارف ان هو جنب فهذا كافر، هل هذا صحيح؟ يعني ما هو لازم في التفصيل لماذا صلى وهو جنب؟ يعني مثلا اراد ان يدرك الصلاة مثلا. لا ما يكفرش بكده، ده هو صلى ارادة ان يدرك الصلاة لا يكفر، لكن ممكن تخريج كلامهم انه فعل ذلك استخفافا بالدين وسخرية من اهل الاسلام وابطانا للكفر واظهارا للاسلام. اذا كان هو يعني هو ما نواش كده، هو بس يعني ايه، انا بقول لك انا لازم في تفصيل، انا بلتمس لهم عذر الذين قالوا هذا القول. طب يعني لو حد فعل الفعل ده مثلا وما كانش عارف، لا ما يكفر كده، ما يكفر. يعني واحد قال انا اصلي صلى جنب صلاة باطلة، لكن ما يكفر الا اذا ادمر كفرا. شكرا، الله يكرمك. يعني في اشياء احيانا يا جماعه مش كده الفتاوى فيها. يعني واحد مثلا عالم مشهور يقول لك اذا نويت، اذا ضبطت المنبه على الساعه 7 الصبح بعد طلوع الشمس تكفر. يقول لك المتعمد الترك، طيب هب انه مريض او صحته لا تتناسب ابدا لاي عذر من الاعذار وضبط المنبه، خالف، صح، خالف، لكن ليس معنى انه خالف انه كفر.